الدائرة دائما بدنا ناس فيها، ماشي؟ نلعب السهلة. كنتوا أنا بلعب مع الفريق هذا، إيش اللي بتطلع له قدامي صح؟ وسيلي وسيلي الكورة، طلع. احنا الان في معهد الامل الايتام نتدرب عشان نشارك في كاس العالم في دولة المغرب عام 2017 ونطلع باسم فلسطين. انا حابب اشارك في البطولة لارفع علم فلسطين وحقنا زي الاطفال اللي توفى ابوهم في الحرب، حقنا نشارك في البطولة. بطولة كأس العالم للأيتام التي ستقام في المغرب في إن شاء الله في شهر 8 القادم هي بطولة يشارك بها 25 دولة. تشرفنا في معهد الأمل للأيتام أن يكون لنا حق اختيار منتخب فلسطين وتمثيل فلسطين بهذا الفريق. نحن في إطار الإعداد لهذا الفريق واختيار العناصر والأطفال، فكان تواصلنا مع عدد كبير من مؤسسات الرعاية الأيتام، عملنا اختبارات المقارب 3000 طفل من قطاع غزة من رفح لبيت حنون، وهذه الاختبارات أنتجت ما يقارب 45 طفل. حاليا احنا نقوم بعمل زي دورة مجمعة، هذه الدورة هيتم من خلال اختيار الفريق المنتخب إن شاء الله سوف يمثل فلسطين. هذه البطولات شيء أهم جدا لنشر القضية الفلسطينية ونشر قضايا الأيتام واحتياجاتهم في فلسطين، ونأمل في السنوات القادمة أن يكون المنتخب يمثل كافة الأراضي الفلسطينية الضفة وقطاع غزة. اليوم بداية أول يوم للدوري للخمسين هذول اللاعب، هنصفي منهم حوالي نصل فيهم ل 12 لاعب، احنا مطلوب منا 8 لاعبين في المشاركة في كأس العالم، طبعاً بدنا النخبة احنا لاعيبة السوبر، طبعاً تعرف يوم تكون المهارات الكبيرة طبعاً، احنا هي الموضوع مش سهل، أنت بتحكي عن مشاركة مع 25 دولة في العالم، بنأمل احنا أيتامنا لأول مرة في التاريخ إنهم يطلعوا ويشاركوا في منتخب فلسطين للعالم، وهي حاجة مهمة جداً لهالأيتام، احنا نملك في غزة عندنا أيتام يمكن حوالي 20,000 يتيم. وهي فرصة اليوم إنه بداية إنه نشر كرة القدم والرياضة، إنه يلعبوا الأيتام رياضة ويمارسوا الرياضة، مهمة جدا لليتيم ممارسة الرياضة في وضعه اللي هو موجود فيه. وإحنا إن شاء الله خلال الأسبوعين هدول بنخلص الدوري هذا بفرز 12 لاعب، وإن شاء الله بندربهم نحن ما يجي السفر، بدنا 8 لاعبين مشان نشارك فيهم كأس العالم. طلع علي